للشباب لإبراز موهبتهم الفنية وإبداعهم الفني. تم تنفيذ هذا المهرجان وهي إلا نسخة أولى، وإن شاء الله بعد النسخ مستمرة نشطر هذا المهرجان كما هو الأحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. في إطار تنزيل خريطة الطريق مقاطعة قطنا 2023 يضم مجلس مقاطعة قطنا مهرجان سلا الذهبي في فيلم الموبايل. هذه النسخة اللي عرفت مشاركات العديد من الشباب والعديد من المخرجين. هذه المسابقة كما قلت لكم يعني شاركوا فيها 50 فيلم وتم التقاء يعني 10 أفلام للمشاركة في هذه المسابقة. هذه المسابقة يعني عرفت تتويج العديد من المخرجين الشباب، جائزة الجمهور، جائزة أحسن تمثيل، وكذلك جائزة أحسن فيلم. الحمد لله هذه المسابقة كما قلت لكم شهدات وعرفات فوز المخرج السيد اللوزي في فيلم صغاب. بغيت نقول لكم بانه بهذه المناسبه لا خوف على مدينه سلام ولا خوف على مدينه سلام من طرف الفنانين، لان اليوم قطعه بطانه يعني دعمات الفن والثقافه بصفه عامه، وكذلك من خلال هذه المبادره تدعم جميع الفنانين والشباب. ونتمنوا بانه مستقبلا نشوفوا هاد الفنانين اللي شاكوا اليوم لما لا مخرجين على المستوى الوطني وكذلك على المستوى العالمي. وكما قلت لكم يعني رحله الميل تبدا بخطوه واحده، واليوم ما هي الا الخطوه الاولى باش نشوفوا شباب سلا متالق في جميع المحافل لما لا الوطنيه والدوليه في مجال الاخراج والتمثيل. بسم الله الرحمن الرحيم. صراحة أشد بحرارة على يد السيد رئيس مقاطعة مجلس بطانة على الفكرة القيمة والطيبة التي اختار فيها مجموعة شباب بأن يدلوا بدلوهم في المجال الفني ويدلون أيضا بتجاربهم وبأفكارهم وبممارساتهم من خلال هذا الوعاء اللي هو فيلم الموبايل. فصراحة شفنا تجارب طيبة، شفنا طموحات ديال الشباب إن على مستوى الإخراج أو على مستوى التمثيل أو على مستوى يعني الإعداد لهذه الكبسولات إن صح التعبير، لأنها لا تتجاوز دقيقة أو دقيقتين. ففعلا هي تجربة طيبة، وإن شاء الله أنا يعني أعدكم بأن هذا المهرجان سيعرف دورات كثيرة وكثيرة جدا، لأنه اختار فئة الشباب، والشباب هم عمدة المجتمع، هم مرآة المجتمع، هم الأفكار الطيبة والأفكار الاستشرافية والمستقبلية ديال بلدنا الحبيب. فنطلب إن شاء الله الرحمن الرحيم أن يتم دائما دعم هذا المهرجان من خلال المستشارين، من خلال لما لا بعض المحسنين، وكذلك بعض المؤسسات العمومية وشبه العمومية، ليرقى هذا المهرجان إلى ما هو أحسن وأرقى بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. فاطمة الزعماء نائبة رئيس مجلس عمالة سلا ومستشار مقاطعة بطانة. اليوم تيه عندنا المهرجان الأول لسلا، مهرجان سلا الذهبي، هاي النسخة الأولى اللي اليوم تيه تخللها واحد الفيلم قصير، وكانت واحد مجموعة توزيع مجموعة من الجوائز، أحسن ممثل وأحسن مخرج وأحسن جائزة ديال الجمهور بالنسبة لهذا الفيلم. وهذا الفيلم وهذا المهرجان كيجي في إطار تشجيع ديال الشباب، كما كتعرفوا بأن مدينة سلام مدينة ولادة المواهب، وحنا كنشجعوا الشباب في مقاطعة بطانة باش إن شاء الله أنهم هما يديروا أفلام. وأيضا ما عندناش غير هذه الفقرة ديال أفلام القصيرة، عندنا فقرات أخرى، عندنا الرياضة، عندنا التمثيل، عندنا المسرح إلى غير ذلك. مقاطعة بطانة إن شاء الله دائما إن شاء الله غتكون إن شاء الله تشجع الشباب، وغاد إن شاء الله يكونوا فقرات أخرى، مجموعة من المشاريع المستقبلية. وهذا الفيلم إن شاء الله مهرجان سلا الذهبي اللي غادي إن شاء الله يتم كل سنة إن شاء الله من أحسن إلى أحسن. السلام عليكم، معكم عبد الهادي بالعلام، ممثل ومخرج أفلام قصيرة. كنشكروا مقاطعة بطانة على هذه النسخة الأولى ديال مهرجان الموبايل اللي تنظم وخبرونا باش نشاركوا، والحمد لله شاركنا وحققنا الفوز ديال أحسن فيلم صوت عليه الجمهور. وكنتمنى ديما مسيرات بحال هذا
وان شاء الله وديما نديو مره اخرى ان شاء الله. كنتمنوا يتنظموا بحال هاد المسابقات باش نبقاو ديما نعطيو ما اكثر. شكرا على المشاهده. اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بكم.